أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أنا طالب علم وعندي معاصي، وكلما أجاهد نفسي على تركها سرعان ما يوسوس لي الشيطان فأقع في المعصية. السؤال: هل ينطبق علي قوله تعالى: نقيض له شيطانا؟ لا، لا يكون هذا إن شاء الله، لكن نفسك ضعيفة والشيطان ما راح عنك، فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان، وأن تعود نفسك على البعد عن هذا الشيء. وإذا كان لك زملاء أو ناس أنت جالسهم وهم أصحاب سوء، فابتعد عنهم، عن قرناء السوء، اعمل الأسباب والله جل وعلا يوفقك للحق إن شاء الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.